احنا ضد الاغتيال تماما. وما لهم عملوا الترابيزة ليه؟ الترابيزة عشان نتفق في النهاية. انا ممكن يبقى لي ملحوظات وممكن اقولها. شوف انا في مرة في ما فيش مش هتعرض لل لا 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 المسلسل ولا لل فيما مضى. يعني في يوم ما كان في ايدي مسلسل وشفت المشهد مساحته ما تستقيمش مع الاحداث اللي هي حصلت يعني وبتاع، لاني بتوحد مع الشخصيه. ممكن انا مش مؤلف لكن ممكن اكتب لك حته في المنطق اللي انا مش راضي عنه ده اكتبه، وكتبته فعلا وريته المخرج قال لي برافو. الحقيقة ما عرضتوش عن مؤلف. المهم المخرج انه يوافق لانه صاحب الكلمة الاولى والاخيرة. واذا بالمساحة اللي انا اتكلمت عنها لقت رد فعل مع الناس في منتهى الروعة، لدرجة ان في ناس يقول لي انت بتألفش ليه؟ اقول لهم لان ما اعرفش ألف. ما انا كل الحكايه لما بكون بنفعل في شخصيه، لما بتوحد وببقى عارف القصه كلها من اولها لاخرها جوايا وفي دمي، بقدر اغير. يعني مثلا كل شخصيه لها مفردات، المثقف له مفردات، الجاهل له مفردات، يعني ايا كان طبقه ارستقراطيه طبقه فقيره، ساعات المؤلف تحس لان بيكلمه بنفس المفردات. واخد بالك؟ انا ضد ده مثلا، اقوم انبه له. بس عادي، انما الارتجال مفيش حاجه اسمها ارتجال. ارتجال يعني انا اقول في اللحظه بقى وانا بمثل. طب المخرج هيخرجها ازاي؟ يعني هو الارتجال اللي بيجي بقى بينه وبينك على المسرح. وبعدين بيبقى سيء وبيبقى عظيم. انا بقى كثير الارتجال على المسرح. لكن بتطلع يا أخي الكلام بيطلع من الشخصية، ما بيطلعش مني، ما فكرتش. ساعات يعني ممثل قدام بيقول جملة فرد الفعل على طول بيطلع. وبعدين بالمناسبة دي زميل اسمه محمد عبد السلام كان قصير كده وكان دمه خفيف جدا 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 في رد الفعل يعني عن الأحداث. في الفرافير بيقول واقف على باب المسرح على خشبة المسرح في المقدمة في أول الرواية، أنا عايز راجل يقول لي إنه ما بيخافش من مراته. واحد أمه داعي عليه قال له أنا، قال له أنا بقول راجل. دي خدت شوفي رد الفعل اللي على المسرح السريع ويهرب من الحوار وما هيخش في متاهه تانية. انا كنت بعمل مسرحيه لنينا الرملي كانت فيها فلسفه جامده قوي والنسبيه وبين القمر والمش عارف الارض والايه والايه، ففي من اللوك بالشكل ده. واحد قاعد في الصالة كنا في اسكندرية قال لي جرى ايه يا عم عبد الرحمن احنا مش فاهمين حاجة. قلت له يعني انا اللي فاهم بس. راحت الصالة وهربنا ورحت مكمل الدور. ادي الارتجال في المسرح جائز اذا كان الممثل حصيف مثقف عارف ان الجمل دي يعني بتساعد المسرحية مش ضدها.